بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة وفي أجواء أخوية للأسرة الإعلامية المنضوية تحت القطاع العام والخاص، حظيت 50 صحفية ناشطات في مجال الرياضة ومن بينهم ممثلة قناة نوميديا بتكريم من قبل مختلف ممثلي وزارة الشباب والرياضة والإعلام، مبادرة أثلجت صدور الحاضرات بالحفل. أول شيء يعني نشكر المنظمة الوطنية لصحفيين الرياضيين على المبادرة اللي قاموا بها، ونشوفنا صحفيات رياضيات اجتمعنا اليوم مش في الميدان تاع الرياضة ولا في يعني بانتقاء المواضيع، الآن رانا لهنا في اليوم العالمي لعيد المرأة. احنا نقول لهم يعني نشكروكم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، نشكروا كامل الصحفيات الرياضيات ونقول لهم صحة عيدكم. نشكر هاد زملائي تاع المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين أنهم عودونا كل سنة نتلاقاو، نشكرهم على هذه الالتفاتة الطيبة. وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي نوه بالدور الهام الذي تقدمه المرأة الإعلامية الرياضية في مهنة المتاعب. كل التقدير وعرفان للمرأة الجزائرية بصفة عامة والمرأة الصحفية الرياضية بصفة خاصة، ونحن أجدد أيضا لأجدد دعم وتشجيع واستعداد وزارة الشباب والرياضة لتوفر كل الإمكانيات وكل الشروط اللازمة للصحفية الرياضية الجزائرية. الحفل الذي احتضنه فندق الجزائر كان فرصة لقاء بين الإعلاميات للحديث عن الصعوبات التي تلاقينها في الميدان، لكن تكريمات اليوم أنستهم مشقة حياتهم اليومية في واحدة من المهن النبيلة.